مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. فجرت نهار اليوم وسائل الإعلام البريطانية عن مفاجأة من خلال إعلانها بأن الاتحادية الإنجليزية وكذلك مدرب المنتخب الإنجليزي يرى في الاستفادة من خدمات النجم الصاعد لنادي كريستال بالاس مايكل لوليز، وذلك من خلال ضمه مستقبلا لصفوف المنتخب الإنجليزي. حيث أكدت نهار اليوم صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مدرب المنتخب الإنجليزي يرى في قطع الطريق على الجزائر وكذلك نيجيريا من خلال توجيه الدعوة للاعب مايكل ووليز وضمه لصفوف المنتخب الإنجليزي خلال المواعيد القادمة، خاصة وأن الاتحادية النيجيرية سبق لها ربط اتصالات رسمية وفعلية مع اللاعب مايكل ووليز في العديد من المرات. كما أكدت ذات صحيفة بريطانية بأن الاتحادية الإنجليزية بدورها ربطت اتصالات رسمية وفعلية مع اللاعب مايكل ووليز من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف المنتخب الإنجليزي مستقبلا، إلا أن اللاعب ووليز أكد للاتحادية الإنجليزية بأنه لم يحسم حتى الآن في مصيره الدولي، ومؤكدا لهم بأنه لا يرى في التسرع في اتخاذ هذا القرار، إلا أن الصحافة البريطانية أكدت بأن اللاعب ووليز يميل لتمثيل المنتخب الفرنسي خاصة، وأنه سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 18 سنة. كما يجدر بالذكر بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تربط حتى الآن أي اتصال رسمي باللاعب مايكل ووليز من أجل ضمه لصفوف المنتخب الجزائري مستقبلا، وكل ما تم نشره فيما سبق في الصفحات والمواقع الرياضية لا أساس له من الصحة. سلام.